بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أحبائي الأعزاء، مرحبا بكم في قناة التعليمية التعلمية. اليوم إن شاء الله سنتناول درسا جديدا بعنوان حرف الشين مع المدود. إذن حرف الشين يعني هنا ممدود بالألف، شا شا. حرف الشين ممدود بالواو، شو شو. حرف الشين ممدود بالياء، شي شي. نعطي بعض الأمثلة. شاهد، شاهد، شاهد. شاري، عن، شاري، عن، شاري، عن، شاري، عن. من شار، من شار، من شار. أن شو دا تون، أن شو دا تون، أن شو دا تون. ب شو شون، ب شو شون، بشو شون. ما شو را تون، ما شو را تون، ما شو را تون. ن شي طن، ن شي طن، ن شي طن. ما شي أ تون، ما شي أ تون، ما شي أ تون. ما
را شي دون را شي دون را شي دون. إذا أعيد من بعدي. شا مد بالألف، شو مد بالواو، شي مد بالياء. المد بالألف تناسبه الفتحة دائما قبله فتحة، المد بالواو تناسبه ضمة أي قبله دائما ضمة، المد بالياء تناسبه الكسرة أي قبله دائما كسرة. شا شو شي شاهد شاهد شارع شارع منشار منشار أنشودة أنشودة بشوش بشوش مشورة مشورة نشيط نشيط مشيئة مشيئة رشيد رشيد. وإلى هنا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.